الاكسبيرياسيون. اللي غنقدر نقول على عمر هو الله يرحمه، الله يثبتو عند السؤال، والله يعطي لوليداتو ولمراتو الصبر والسلوان والعائله ديالو والعائله كذلك، المجموعه التقاده كذلك، الله يصبرهم ويصبرنا حتى حنا معاهم، حيت ملي كيضيع علينا شي واحد ما كنعاودش نخلفوه. تحياتي لكم. الساحه الفنيه فقدت المجموعه، هذا هو حال الدنيا، يعني ما الموت ماشي بيدينا، بيد الله سبحانه وتعالى. ملي كطيح الورقه طاحت. الله يرحم الجميع، الله يرحمهم كاملين، والله يرحمه حتى هو. يعني واش كانت عندك علاقه مقربه؟ احنا اصدقاء من زمان، ماشي عاد، احنا كنا اصدقاء من زمان، وكان اخ ديالنا الرجل اللي كيحترم الجميع، كيحترم الكبير والصغير، الرجل الطيب اللي ما كتسمعش منه كلام د العيب. ف الله يرحمه ويوسع عليه، واللي باقيين الله يعطيهم صحيحتهم. يعني كان فنان بمعنى الكلمة؟ معلومة، كلهم فنانين بمعنى الكلمة، ما فيها لا إله ولا حتى. الله يرحمهم اللي مات، الله يرحمه، اللي باقي الله يعطيه صحيحته. شكرا لكم كاملين. وما قلت ما تقبلناش الصراحة، لأن با عمر شي حاجة في مجموعة التقاد، فقدنا ذاك السيد، فهمتي؟ أنا مسكين، هو كان عيان، فهمتي شحال هادي هو عيان مسكين، يعني قولوا هاد السيمانات زاد عليه شويه الحال، وزينا دينا الكلينيك في زمان ديال محمد السادس، والبارح مشينا عنده مسكين كيبان لنا شويه وداكشي، اليوم في الصباح تعيطوا عنا قال لك راه المول الامانه دام امانته. كيفاش كانت العلاقه بينكم؟ والعلاقه اللي كانت اكثر من الاخوه، اكثر من العائله، اكثر، احنا ماشي بحال دوك اللي غا كيخدموا ويزيد، لا حنا يوميا نتشوفوا، يوميا نتعيطوا، يوميا مجموعين بعضياتنا، نضحكوا بعضياتنا، كل شيء بعضياتنا، لأن با عمر بحال شي أب في المجموعة. الصراحة هي هذه، هذاك السيد فقدناه، الصراحة هي هذه، ما نكذبش عليك، الله يرحمه مسكين الله يرحمه والله يغفر ليه، هادشي اللي نطلبوا ليه. صافي هادشي اللي كاين. احنا اليوم كيف ما كتشوفوا احنا في مقبرة الشهداء اللي غادي نودعوا اخينا وصديقنا وزميلنا سي عمر دخوش المعروف عمر تقادة. سي عمر تقادة وفته المنية امبارح تقريبا في الساعة الثانية صباحا. عمر تقادة هو من رواد جمعية تقادة للفنون الشعبية منذ سنة 1972 إلى يومنا هذا. عمر كان طيبا خلوقا ضحوك، يعني لا يحمل حقدا أو دغينة لأي شخص، هو ربما يمكن نقولوا العنصر الوحيد اللي كان محبوب عند الجمهور المغربي من تقادة، يعني كان كاتبا وكان ملحنا وكان مغنيا وعازفا ايضا. فلهذا كنطلبوا من الله الرحمه والمغفره لاخينا وصديقنا السي عمر، ونتمنوا له ان شاء الله يكون بين صديقينا والشهداء والصالحين. سي عمر خونا، راجل المسيره ديال عمر، ديال الصداقه، ديال العلاقات، يعني نهضروا من 64 وما قبل ذلك، نعم فهمتي، شارك معي واحد المسيره فنيه، سواء في دار الشباب ديال الحي المحمدي، سواء عند الطيب الصديقي، سواء من اللي اسسنا الفرقه ديال تقادة الى يومنا هذا. ما خلينا بر، ما خلينا بحر، ما خلينا هذا، علاقاتنا وليداتنا وكل شيء كان واحد العلاقه اسريه، بين حنا ضعنا في واحد من الاعمده ديال الثقافه الشعبيه، رجل ممثل مشخص، رجل يغني، رجل يكتب، فهمتي، يكتب في الزجل، كتبنا سيناريوهات، كتبنا مسرحيات، كتبنا المعلقات ديالو مع المرض ديالو. لا خويا المرض راه اش غادي نقول لك؟ راجل راه كل سميتو عليه كتجي، ماشي غادي نبدا نشرح لك ونتكلم على المرض ونتكلم على هذا، راه كل حاجه تنقول لك اخوتي كيف قدرها، والامر لله وكاين الاجال،
حتى الاجل الى جا الله يرحمه كنطلبوا الرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.